بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، درس الليلة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. Tonight's class is in the book of عمدة الأحكام by its author الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. May Allah تعالى have mercy upon him. في الدرس الأخير يا أخوة أخذنا آخر حديث في باب في صفة تغسيل الميت وتشيع الجنازة، أخذنا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. اليوم نأخذ الباب الذي بعده، بوب عليه الإمام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى، باب في موقف الإمام من الميت. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثا وحيدا. Last time we met we took hadith number 159, the hadith of Umm Atiyah al-Ansariya, may Allah ta'ala be pleased with her, and it was in the chapter of the description of washing the deceased. Moving on to the fourth chapter, he titled it Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala, chapter in the place where the imam stands from the janazah or from the deceased. He only mentioned the author only mentioned one hadith here. قال رحمه الله تعالى باب في موقف الإمام من الميت. الحديث الستون بعد المئة. عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. رواه البخاري ومسلم. He mentioned رحمه الله تعالى حديث number 160 under the authority of سمرة ابن جندب، may Allah تعالى be pleased with him. He said: I prayed behind the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on a woman who died in childbirth, and he stood opposite the middle part of her body. Hadith is agreed upon by Bukhari and Muslim. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب، موقف الإمام من الميت، يعني لما يصلوا الجنازة يا أخوة وين يقف الميت؟ هل يختلف إذا كان الميت طفل، أو إذا كان الميت رجل، أو إذا كان الميت امرأة؟ طب إذا كانوا أكثر من رجل أين يقف الإمام؟ هذا هو المقصود الباب، سنذكر إن شاء الله تعالى نذكر الكلام كامل عليه. The definition of the chapter is when the janaza is put in front of the imam before him and he is ready to pray janaza, where does the imam stand? If it's a child, if it's a woman, if it's a man, if it's more than one man, where does he stand? This is the meaning of the chapter. Then he mentioned the hadith of Samura ibn Jundub. Samura ibn Jundub رضي الله عنه كنيته أبو سليمان الفزاري، صحابي بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سكن البصرة في العراق، وكان في وقته آنذاك زياد بن أبيه الوالي، فكان هذا الرجل زياد بن أبيه يولي سمرة ابن جندب رضي الله عنه إذا ويستخلفه إذا مشى إلى الكوفة أو مشى إلى البصرة. وكان رضي الله عنه سمرة كان شديد على الخوارج، وشارك في حروب ضدهم وقتل منهم جماعة، درس عليه الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله تعالى، وكانوا يعني كانا يثنيان عليه رضي الله تعالى عنه. وتوفي في سنة 58 للهجرة، قيل 59. سمرة بن جندب، his kunyas أبو سليمان الفزاري، may Allah ta'ala be pleased with him. He moved to Basra after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Later on he moved to Basra in Iraq. Ziyad ibn Abih was the ruler, and he used to appoint him on al-Basra or on al-Kufa whenever he traveled. The ruler would appoint Samura ibn Jundub to take his place in certain cities whenever he traveled.
Obviously, he, رضي الله عنه, fought in many battles against the Khawarij as they were in Iraq, and he killed a bunch of them. Under him studied Ibn Sirin, Hassan Basri, who praised him a lot. May Allah Ta'ala be pleased with him. He died the year 58, some said 59. All of this is from Sir Alam al-Nubala by Al-Dhahabi Rahimahullah. This is mentioned in Sir Alam al-Nubala. طيب, ذكر رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها أو في نفاسها. والمرأة التي تموت في النفاس يا أخوة تكون ماذا؟ تكون ماتت يعني وهي بعد ما يعني وضعت الطفل, وضعت المولود, وضعت الجنين. والمرأة يا أخوة في تلك الحال وهي في النفاس يعني يحصل عندها يعني نزيف في الدم, وأحيانا يحصل عندها يعني حرارة شديدة. وكانوا في الأول نساء كثير يعني يموتوا في هذه أو يموتن في هذه المرحلة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر شهداء الدنيا 7 أو 6 في رواية, قال والمرأة تموت في جمع شهيدة, والمرأة تموت بجمع شهيدة. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. He mentioned رضي الله تعالى عنه, I prayed behind the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم on a woman who died in childbirth. You know, before Yehu, not too long ago, a lot of women used to die in this period because they get fever, they lose a lot of blood. Many complications happen, not too long ago, and a lot of women died during this period of time. So there is an authentic hadith that is collected by Abi Dawood and authenticated by Al-Albani. May Allah have mercy upon them. He said, sallallahu alayhi wa sallam, that the martyrs of the dunya are 6 or 7. One of them, a woman who dies in Jum'in. A woman who dies in Jum'in is a martyr. Some scholars said that a pregnant woman, and some said a woman who dies in childbirth. So it's either childbirth or pregnant. But many scholars mention both meanings. المرأة الحامل أو المرأة التي تضع. المرأة التي تضع. قالوا بجمع يعني التي تجمع ولدها في بطنها يعني تكون حامل. هكذا ذكر بعض العلماء. والله أعلم أن المعنى يتحمل أو يحتمل الاثنين. نعم. So she's a martyr. She gets the أجر. The أجر of شهادة. لكن تذكرون يا إخوة أن قلنا أن شهداء الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بخلاف شهيد المعركة, بخلاف شهيد المعركة بالاتفاق. وشهيد الدنيا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المبطون والمحروق والغريق وصاحب الهدم وغيرهم. نعم. لكن المرأة النفساء وإن حازت هذه الفضيلة العظيمة وهي الشهادة إلا أنه يصلى عليها, تغسل وتكفن ويصلى عليها ولا تأخذ حكم شهيد المعركة. هذا ذكرنا في الأسبوع الماضي والذي قبله. Even though a woman who dies in childbirth gets the status and achieves this status of and this ajr inshallah of a martyr, you remember the previous weeks we mentioned that the martyrs of the dunya are not treated like the martyrs of the ma'raka, of the battlefield. These, they are washed, shrouded, and we pray janazah upon them. The opposite of the martyr of the battlefield. قال فقام وسطها. في صحيح مسلم يا إخوة جاء تسمية هذه المرأة أن اسمها كان أم كعب. في صحيح مسلم في رواية أن المرأة هذه اسمها أم كعب رضي الله عنها. In صحيح مسلم it was mentioned her name. Her name is أم كعب, the mother of كعب, أم كعب. In a narration in صحيح مسلم it was mentioned her name. Her name is أم كعب. May Allah Ta'ala be pleased with her. وهنا يا إخوة ذكر قال فقام وسطها. قام صلى الله عليه وسلم وسطها يعني وقف في مكان الوسط, في مكان وسط أو مكان الإزار,
هذا هو موقف الإمام من الجنازة. إذا كانت امرأة يقف في وسط الجنازة الإمام يقف في وسطها, يقف الإمام في وسطها. He said رضي الله عنه, he stood opposite the middle part of her body. This is clearly where the Imam stands if the janazah was a woman. This is clear where the Imam stands from the janazah if the deceased was a woman. Her opposite, he stood opposite the middle part of her body, صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أنها نفساء يا إخوة هو حكاية عن الواقع, حكاية عن أمر واقع, ولا يغير الحكم في المسألة. يعني كون هذه المرأة كانت ماتت في نفاسها هذا فقط ذكر للواقع أن هذه المرأة أم كعب توفيت رضي الله عنها في النفاس, ولا يؤثر في الحكم, لا يؤثر في الحكم, لأن هذا الحكم لكل نساء إن كانت ماتت في نفاس أو في غير نفاس, الحكم واحد لكل النساء. Mentioning يا إخوة that she died from childbirth is just to inform us about the situation, about the status of what happened. It does not affect the ruling. Meaning يا إخوة, every woman has the same ruling. If she was young, if she was old, if she died in childbirth, or she was pregnant, or she was not, it's the same ruling. The Imam stands the opposite side from the middle of her body, of the body of the janazah. So mentioning that she died from childbirth is just because that was the specific situation. It does not change the status of the or the ruling. طب إيش الحكمة يا أخو أن الإمام يقف في وسط جنازة المرأة؟ What is the wisdom behind this يا أخو؟ Is there a wisdom behind this? سترها طيب غيره. هو هذا يا أخو, فيه حفظ الإسلام للمرأة وسترها عن أعين الناس, وأن هذا أمر متعين بعد وفاتها. هذا أمر متعين بعد وفاتها. The wisdom behind this is obviously to protect the and preserve the woman, the deceased, from the sight of men. That's why he stood in the middle. والمرأة يا إخوة أمر الإسلام بتكريمها, أمر الإسلام بتكريمها والحفاظ عليها. والصلاة, صلاة الجنازة عليها واجبة, وهو دليل على تكريم المرأة في الإسلام, ودليل على تكريم المرأة في الإسلام. Praying janaza upon a woman, يا إخوة, shows how valuable women are in Islam. Praying janaza, يا إخوة, is obligatory. And praying upon women shows how Islam preserved her, how respects women, the status, and how valuable and respected a woman is in Islam. Yeah. نعم. رأسها إلى يمين إمام أو يسار. هي واقفة. هي يعني منسدحة تماما. لكن هذا هي هكذا وهو في الوسط. لكن رأسها إلى يمين أو يسار. هي نائمة هكذا. So she's like this, right? The head is on this side and the foot on the Imam is in the center. Should she her head be on the left or the right side if she's lying down like this? I don't understand. دقيقة بس الله يجزيك. أيوة. لما صلي الجنازة على الديكس رجل المرأة بيقف عادة الجنازة بيقف هون في المن والجنازة احنا ما مش حجة علينا الجماعة هذولا, لكن عموما إذا المرأة إذا الجنازة أمام المرأة رأسها هنا وقدميها هنا وهو يقف في منتصف المرأة. نعم هذا هكذا. نعم هكذا. بس اصبروا يا أخو كل هذا يأتي, الله يرضى عليكم, اصبروا خلنا ننتهي من المسألة ما في كلام إن شاء الله. أصبر بارك الله فيكم. Just be patient إن شاء الله. A lot of this is going to be mentioned. Just be patient إن شاء الله.
because time is tight, inshallah. We want to take the chapter after it as well. قال النووي رحمه الله تعالى: السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف، يعني وسط المرأة، للحديث، ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة أنه قول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه رحمه الله. النووي رحمه الله تعالى mentioned, he said the sunnah is that the imam stands in the middle of the body of the woman. He said there is no difference of opinion in this mas'ala, and the hadith is the biggest proof. He said this ensures to preserve to preserve or to protect the woman from the sight of others. And he mentioned that Al-Baghawi rahimahullah ta'ala in his book Sharh Sunnah also mentioned that this is the opinion of Al-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq ibn Rahoya. May Allah ta'ala have mercy upon them all. جاء يا إخوة موقف كذلك الإمام في المنتصف عند عجيزة المرأة عن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء في سنن الترمذي وهو حديث حسن. أو جاء أول شيء نذكر حديث أبي داود أو حديث نعم حديث الترمذي. قال أن أنس رضي الله تعالى عنه روى عن علاء بن زياد رحمه الله تعالى عن أن أنس رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله. فقال العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى. إذن كذلك الإمام يقف في وسط المرأة ويقف عند رأس الرجل، يقف الإمام عند رأس الرجل. In سنن الترمذي and أبي داود العلاء بن زياد said, he's a تابعي، I saw أنس رضي الله عنه stand when praying جنازة on a man at the side of his head. And then when he prayed janazah on a woman, he prayed the opposite side from the middle side of her body. The opposite of the middle side of her body. Al-Ala ibn Ziyad said to Anas, he said, did you see the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam pray and stand where you stood when you prayed on the man and the woman? He said, yes. He replied in the affirmative. The hadith is, as we mentioned, reported by Tirmidhi, Abi Dawood, and authenticated by Al-Albani. طيب يا إخوة، لا يخفاكم يا إخوة أن صلاة الجنازة الحكمة منها في الإسلام أنها شفاعة للميت يا إخوة، شفاعة للميت. لذلك المسلم يا إخوة الذي يصلي الجنازة، بعض الناس يصلي الصلاة سريعة هكذا لا فيه خشوع، لا، صلاة الجنازة يا إخوة بحاجة لخشوع ولحضور القلب، والإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن هذا الميت ويغفر له ذنوبه ويمحو له خطاياه. صلاة الجنازة يا إخوة، the wisdom behind establishing it is, it is a type of intercession for the deceased. Therefore a person has to have concentration, have focus, have خشوع in his صلاة. Be sincere when making dua, asking Allah Ta'ala to forgive his sins. Ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to elevate his status in Jannah, and so on and so forth. طيب يا إخوة، إذا اجتمعت أكثر من جنازة، أكثر من ميت في نفس الوقت، وجد أكثر من ميت في نفس الوقت، يكفي الناس صلاة جنازة واحدة، يكفي الناس صلاة جنازة واحدة. If there was more than one deceased at the same time, it is sufficient to pray one janazah, one salah only. It's sufficient to pray, even if they were 20 or 30, it's sufficient to pray only one salah on them all. One salah on them all. طيب يا إخوة، إذا اختلفوا الآن، ما كانوا من نوع واحد، كان عندنا طفل وكان عندنا ولد وكان أو كان عندنا امرأة وكان عندنا رجل، من يقدم يا إخوة؟ الرجال.
الرجل هو الذي يقدم، الرجل هو الذي يقدم. طيب لو كان عندنا أكثر من رجل، من الذي يقدم؟ أصلحهم وأتقاهم أو أكبرهم؟ أصلحهم وأتقاهم أو أكبرهم. If we had from the janazah we had different types. We had a man, a woman, and a child. Who is put forth? We said men. If we had, let's say, janazah all men, 3-4 men. Who is put first? The one who is more pious, or the one who is older? The scholars say the one who is more pious or memorizes more Quran, and then the one who is older. The one who is older. طب لو كان طفل يا إخوة مع المرأة، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تقديم جنازة الصبي مما يلي الناس دون المرأة، هذا جاء من فعل الصحابة، ذكروا ابن أبي شيبة وغيرهم في المصنف، أسانيد صحيحة، أسانيد صحيحة. نعم. If it was a child with woman, the child would be put forth. This was the action of the Sahaba رضي الله عنهم. It was mentioned in many different narrations that are authentic, some of them collected by Ibn Abi Shayba in his book المصنف. يا إخوة إذا ما في سؤال عن الذي تكلمنا عنه نأخذ الباب الذي بعده. If there is a question specific to what we said, ask. If not, let's move on. There's no questions. قال رحمه الله تعالى باب فضل الحج. نعم. نفس الشيء. إذا كانت المرأة معلمة قرآن، حافظة، تقية، نفس الشيء. Same thing, يا إخوة. When it comes to the woman, if sisters, one of them was known to be حافظة, known to be pious, she is put first. نعم. صلاة الجنازة يا أخوة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لكن من الذي يفرط في هذا الأجر العظيم وهو قيراط مثل جبل أحد من الأجر؟ من الذي يفرط فيه؟ وهي صلاة لا فيها ركوع ولا سجود، دقيقة أو دقيقتين ينتهي الإمام. صلاة الجنازة يا أخوة a person is to take advantage of it. We said, ya ikhwa, that if a group of Muslims pray janazah and fulfill the salah of al-janazah, then the rest of this ummah does not bear any sin. But who would miss salat al-janazah if you were in the masjid, ya ikhwa? It only takes a minute. There's no ruku', there's no sujood. And the reward of it is the size of a mountain, or in another narration, the mountain of Uhud. مر معنا هذا في أول الباب، صحيح. نعم، مر معنا في أول الباب. أول ما تكلمنا عن الجنازة هذا مر معنا، تكلمنا عن فضل صلاة الجنازة، مر معنا هذا الكلام. نعم. هذا هو السنة كما ذكر النووي. If the imam doesn't, he missed on the way of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Where the imam stands, that's how he did it. If the imam doesn't, he missed out on the sunnah. We don't say that the salah is not valid. You know what I mean? The salah is valid, inshallah. It's just he missed on the way how he prayed, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, الشيء بالشيء يذكر. كان هناك مسألة في بالي مهمة، لكن أنسيتها، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله. There was an important مسألة we had to mention. But I forgot it. طيب الحمد لله. Well, if I remember it, inshallah ta'ala, I will mention it. It had to do with لا إله إلا الله. طيب. قال رحمه الله تعالى باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. قال الحديث 61 بعد 100 عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى الحديث 62 بعد 100 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. He mentioned رحمه الله تعالى the fifth chapter, the prohibition of showing displeasure of the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, either by sayings or by action. Hadith number 161, under the authority of Abi Musa Abdullah bin Qais, may Allah ta'ala be pleased with him, he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam freed himself from the one who bewails, the one who wails or bemoans, the one that shaves, and the one who rips her garments or rends her garments. The hadith is agreed upon. Then he mentioned, rahimahullah ta'ala, hadith number 162, under the authority of Abdullah ibn Mas'ud, may Allah ta'ala be pleased with him, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he is not one of us who strikes his cheeks, rends his garments, and calls with the call of the jahiliyyah. The hadith agreed upon as well. ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب تحريم التسخط بالفعل والقول. الإنسان يتسخط على أقدار الله تعالى, يتسخط على أقدار الله. والصبر يا إخوة ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله, الطاعة يا إخوة بدها صبر, تقوم تأتي إلى المسجد بدها صبر, تصلي مع المسلمين صبر, الصبر عن معاصي الله, غض البصر بده صبر, ترك الربا في البلد هذه بده صبر, ترك التعامل بالحرام بده صبر. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة, الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنبلونكم, الله تعالى يقول, بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذه ابتلاءات وأقدار مؤلمة. ثم قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر على أقدار الله المؤلمة هذا نوع من أنواع الصبر. والمؤمن عبد صابر شكور, دائما في السراء وفي الضراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يا إخوة لا بد أن يصبر, المؤمن لا بد أن يصبر. He mentioned this chapter رحمه الله تعالى. A person who is shows displeasure in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, either by actions or by sayings, as we will mention. We said, ya ikhwa, that there are three types of patience, of sabr. The first one, practicing patience when you obey Allah subhanahu wa ta'ala. You need to practice patience like when coming to the masjid. The second type of sabr is practicing patience when refraining from what is haram, what is sinful. To lower your gaze needs patience. To stay away from dealing with riba or with haram needs patience. The third type of sabr is practicing patience when one is struck by the painful decree of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah ta'ala mentioned in Surah Al-Baqarah, that Allah subhanahu wa ta'ala is going to test us with fear. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, hunger, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, the loss of lives, the loss of wealth, the loss of fruits. وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ, glad tidings to those who practice patience. Those when afflicted with a calamity, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, to Allah we belong and to Him we shall return. That's how the believer is. The Prophet عليه الصلاة والسلام also said in the authentic hadith, the situation of the believer is amazing. If he is struck with a calamity, he practices patience and that is good for him. If he is blessed with a bounty, with pleasure, he shows gratitude and that is good for him. And that is only for the believer. That is only for the believer. So a true believer, ikhwah, practices patience in the times of hardship, times of calamity, times of difficulty. That's the true believer. He mentioned the hadith of Abi Musa Abdullah bin Qais. من هذا الرجل يا إخوة؟
أبو موسى الذي نعرفه كلنا الأشعري رضي الله عنه أسلم السنة السابعة. والأشعري هذا من أين؟ من اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يخوف في الحديث الصحيح كان يحبه جدا ويثني عليهم، يقول أنا من الأشعريين والأشعريين أو الأشعريون والأشعريون مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قيس رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الكوفة، وكان عليها فترة والي في زمن أمير المؤمنين عمر. يمنشن حديثة في عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى very famous صحابي. He embraced Islam the seventh year after the migration. He's from Yemen. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, I am from them and they are from me. The Ash'ariyin. He loved him so much. And after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم, he went to Al-Kufa in Iraq and later on was the governor of Kufa during the time of the chief of believers, Umar. Abu Musa Al-Ash'ari رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة، من هي الصالقة يا أخو؟ هي التي ترفع صوتها. الصالقة ترفع صوتها بالبكاء بالبكاء بالنياحة بالعويل. برئ النبي صلى الله عليه وسلم منها يا أخو، سبحان الله. والبراءة يا إخوة يقول العلماء من صاحب المعصية يدل على أن هذا الذنب إيش؟ عظيم جدا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، مش خالد وعبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم برئ من هذه المرأة أو من هذا الرجل، برئ من هذه المرأة الصالقة ترفع صوتها بالبكاء بالعويل بالنياحة، برئ منه. والبراءة من صاحب هذا العمل دليل على أن هذا العمل كبير، هذه معصية عظيمة وأنها من الكبائر. وانظروا يا إخوة كيف السلف رحمه الله تعالى كانوا يفهموا هذه الكلمات برئة. كان ابن عيينة رحمه الله تعالى، سفيان بن عيينة هو شيخ من شيوخ الإمام الشافعي، يعني هذا رجل كبير، سفيان بن عيينة المكي شيخ من شيوخ الإمام الشافعي، كان يمسك عن تفسير مثل هذا اللفظ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وهذا مسلك مضطرد عند أهل العلم في أحاديث الوعيد. يعني يقولوا له إيش يعني يا سفيان بن عيينة يا إمام يا كبير، إيش معنى برئة؟ يقول يعني ما يعطي تفسير دقيق. سبحان الله، ما يرضى يفسر هذا اللفظ بكثر ما هذا اللفظ كبير، حتى يكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس. The Prophet صلى الله عليه وسلم as he said freed himself from السالقة. السالقة is a woman who wails, cries with a loud voice, bemoans, wailing. The Prophet صلى الله عليه وسلم freed himself from her. He is free from that action. And this shows that it is a major sin. This sin is a major sin. And Sufyan ibn Uyayna al-Makki, may Allah have mercy upon him, he's a big imam. He is one of the shuyukh and teachers of al-imam al-Shafi'i, this man. Whenever he would be asked about the word, a word or a term like this, bari'ah, that he is free of, he would not answer. To show the people how severe this word is and this action is. And the scholars say that a lot of the righteous predecessors did the same thing. They would not answer these questions. What does it specifically mean? They would not answer it. To show how severe it is. Allahu Akbar. قال برئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. تصاب المرأة، يصاب تنزل المصيبة فتسمع صوت المرأة مباشرة ترفع صوتها وكذا. المرأة ضعيفة عاطفية جدا، تبدأ بالوعي بالعويل ورفع الصوت وكذا. هذا يا أخو والله من الكبائر. مر معنا فيما مضى النائحة، يقول صلى الله عليه وسلم إن لم تتب ألبست لباس أو جراب من جراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه ذنب عظيم والله. قال صلى الله عليه وسلم
قال ابن عبد الله ابن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة. الحالقة يا أخو واضحة هذه، إيش بيعملوا عند ما يموت الميت؟ تحلق رأسها، وهذا يعني حتى يحصل أحيانا من الرجال تحلق المرأة رأسها، تحلق شعرها، وهذا يعني زعموا من الحزن ومن الجزع. والمرأة يا أخوة عموما يحرم عليها حلق شعر رأسها، المرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها في العموم، لكنه أعظم عند المصيبة. وهذا يؤكد يا أخوة على أن الذنب يا أخوة يختلف إذا احتف به واقترن به ما يجعله عظيما، قد يصبح ذنب أكبر. حلق المرأة رأسها في العموم حرام، ما يجوز المرأة تحلق رأسها مثل ما بيفعل الكافراتنا، لكن يزداد جرما وعظما أو تعظيما هذا الذنب إذا اقترن بمثل هذا الأمر، مثل الجزع عند المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بريء من هذه الحالقة. The second category is the woman who shaves her head. This used to happen in Jahiliyyah. She would shave her head when struck with a calamity. And even men do it today. The original matter is, ya akhi, that it is not permissible in Islam for a woman to shave her head, just like the kafirat today. You see them here. Some type of fashion thing. It's not permissible for a woman in Islam to shave her head. But it makes it even more severe, the fact that it is done because of the calamity. And this shows that sometimes sins, ya akhi, a sin can become even greater or larger. Just like, ya akhi, we took the hadith in which the Prophet ﷺ condemned an old man who commits zina. Zina is haram if it's a teenager or an old man. It's haram. By why did he ﷺ condemn, and it became even greater? Because of his age. At an age where he is old, he's supposed to make tawbah, come back to Allah subhanahu wa ta'ala, think about the akhirah. Yet you find him committing zina. So a sin, ya ikhwa, can become greater depending on the circumstances. The same sin can become greater depending on a certain circumstance. Na'am. هذا يأتي معنا في الحديث اللي بعده، ضرب الخدود. نعم. ثم قال رضي الله عنه: الشاقة هذا يا أخو كذلك واضح. إيش الشاقة تفعل؟ تشق الثياب وتشق الجيوب، تتسخط، تشق ثوبها. The third category is those who rip their clothes or their garments. Also the Arab did this in Jahiliyyah too. And some people have jahiliyyah too today, and they still do it. When they hear about the loss of a loved one or a friend or a family member, they rip their clothes. Woman rips her garment, her thobe, a man, still done and performed today. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has also freed himself from them. طيب يا أخوة، هذا الحديث له سبب. This hadith, يا أخوة, there is a reason why Abu Musa al-Ash'ari said it. في أحد بيعرف يا إخوة؟ هذا الحديث له سبب. This hadith, يا إخوة, there's a reason why Abu Musa mentioned it. The reason is mentioned in Bukhari and Muslim also. In one narration in Sahih Muslim, أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. يعني أغمي عليه، وقع أغمي عليه، ظنوا إنه إيش؟ إنه مات. ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من من حلق وسلق وخرق. هذا الحديث في الصحيحين، والرواية هذه موجودة في صحيح مسلم. هذا هو سبب ذكر أبو موسى رضي الله عنه للحديث. The reason, as we mentioned, is agreed upon, mentioned in Bukhari and Muslim. The narration we are mentioning right now is in صحيح مسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه fell, he slipped, and he was in a coma temporarily. They thought that he died.
So his woman, his wife, Abdullah, saw him laying on the ground in a coma. He's not, he's unconscious. She thought that he was dying. She started wailing. When he woke up, radiallahu anhu, and was told, he said to her, "Don't you know?" And then he mentioned to her, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, this narration, listen, he says, أنا بريء. هذا اللفظ, اللفظ الثاني, كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي معنا الآن, أبو موسى يخبر. الحديث الذي ذكرناه في القصة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول, أنا بريء. أنا بريء من من حلق وسلق وخرق. He said, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, I am free of the one who wails, the one who shaves, and the one who rips her clothes or her garments. This hadith that we mentioned that is in Sahih Muslim, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, it's his speech, it's his kalam. The hadith that we have in this book is the kalam of Ibn Abu Musa radiyallahu anhu wa arda. وهذا يا إخوة الحديث فيه كذلك العلماء يقولون يؤكد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان يعلم منهم ذلك حصل هذا في حياته ولم ينكر عليهم حصل هذا في حياته ولم ينكر عليهم ولذلك أبو موسى رضي الله عنه لما أفاق أنكر على زوجته وتبرأ ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. The hadith also, يا إخوة, is evidence that the deceased will be punished in his grave over the wailing of his family and loved ones if he knew in his lifetime that they do such things like wailing or bemoaning, and he did not forbid them from it, or he did not warn them from it. You see, Abu Musa radiallahu anhu, when he woke up, he freed himself from what the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam freed himself from. So the deceased will be punished for the wailing and bemoaning of his family if he knew and he did not preach to them. This is what the ulama mentioned. Now, ثم ذكر حديث ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا. شوف بالله عليك يا إخوة, انتبهوا لهذه الكلمة. قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يا إخوة, الحديث أبو موسى ذكر الصالقة والحالقة والشاقة, القاسم المشترك بين هذه الأفعال الثلاث إيش؟ تسخط على أقدار الله وإظهار عدم الرضا, تسخط على أقدار الله تعالى بالقول وبالفعل. الصالقة ترفع صوتها, الحالقة تحلق رأسها, والشاقة تشق جيبها أو تشق ثوبها. وهذا فيه اعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى. ولذلك ما قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لا, احنا جايين على الكلام هذا, دقيقة ترجم بعد نأتي على هذا الكلام إن شاء الله, ما تخرج من الملة. What's the common theme here, يا إخوة, between all three characteristics? All of them, يا إخوة, show displeasure and that a person does not accept the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, either with uttering words or actions. The woman who wails or bemoans, or the woman who shaves her head, or the woman who rips or rends her garments, all of this shows displeasure in the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he mentioned the hadith of Ibn Mas'ud. He said, sallallahu alayhi wa sallam, he is not one of us. هذه العبارة يا إخوة تظهر أن هذا الأمر والله عظيم جدا. وإيش معنى يا إخوة ليس منا؟ هل معناته أنه كافر؟ ليس منا؟ كافر؟ ليس منا, ليس على هدينا, ليس على طريقتنا, ليس على منهجنا, ليس على سنتنا وهدينا. هذا أمر عظيم, تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى, كيف تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
He said, صلى الله عليه وسلم, he is not one of us. What does that mean? Is he a kafir? It doesn't mean that. It means he is not upon my teachings. He is not upon my traditions. He is not upon my guidance. And imagine if you're not upon the guidance or the traditions or the sunnah of the Prophet ﷺ, then you are definitely astray. Sahih? Definitely astray. If you're not upon the sunnah, you're definitely upon the bid'ah. He is not one of us, he says صلى الله عليه وسلم. ليس منا من ضرب الخدود. لعلك ممكن تسمع أو ترى هذا الأمر. شغل يعني والله شغل الجاهلية هذا. هكذا كانوا العرب في الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب نفس الشيء شق الثياب والملابس وكذا هذا شغل الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية هكذا كان الناس في الجاهلية يتسخطون على أقدار الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أربعة من أمور الجاهلية باقية في الأمة أخبرنا أنه في أربع أمور من الأمور اللي كانت في الجاهلية هذه ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الأربعة هذه ماذا؟ الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء الاستسقاء بالنجوم يقول والله يتحرك النجم هذا نزل المطر إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النياحة على الميت باقية ليوم القيامة وهذا من أمور الجاهلية أربعة من أمور الجاهلية باقية في أمتي أربعة من أمور الجاهلية هكذا العرب يعملوا في الجاهلية هذا كله حرام ما هو من ديننا المسلم يا إخوة يرضى بقضاء الله تعالى وقدره He said صلى الله عليه وسلم He is not one of us who strikes his cheeks rends his garments and calls with the call of the جاهلية This is what the Arab did in جاهلية This is all from جاهلية This is all from Jahiliyyah. The Prophet عليه الصلاة والسلام told us that there are four things from Jahiliyyah that will stay in my ummah until the day of judgment. He mentioned one of them, النياحة على الميت, wailing and bemoaning. That will stay until the day of judgment. But it is from the characteristics of Jahiliyyah. This is what the Arab did in Jahiliyyah. This is all haram, ya akhwah. It shows that a person is not content with the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala, with what Allah subhanahu wa ta'ala destined. Ya kharabi, ya rahab fulan, umin bidu yinfa'ni, umalish ghayru, birfa'u aswat, kullu hadha min fi'al jahiliya, kullu hadha min fi'al jahiliya, kullu hadha haram. Lillahi ma akhadh, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. قدر الله ما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة قال اتق الله واصبري فإنما الصبر عند الصدمة الأولى اتق الله واصبري you hear these women wailing and saying who's gonna help me who's gonna assist me he left me all of this is from the فعل of the jahiliyyah all of this is from the actions of the jahiliyyah Allah told us when The believers are struck with a calamity. They say, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." And when he saw sallallahu alayhi wa sallam, the woman crying over the grave, he said to her, "Fear Allah subhanahu wa ta'ala. The reward of sabr is at the beginning of the calamity." A person has to recognize that this is all from the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. يا إخواني لا بأس من الحزن والبكاء. إحنا بشر. لا بأس من الحزن والبكاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة لما توفي إبراهيم ابنه عليه السلام كان يبكي وماذا قال؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ثم قال بعدها ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أيوة ما نقول إلا ما يرضي ربنا مش مثل بعض الناس يا ربي أنا شو سويت؟ ليش أخذت ابني؟ شو عملت لك؟ طب ما أنا بصلي أعوذ بالله من غضب الله هذا اعتراض صريح على قدر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر استشهاد ابن الحارثة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وابن عمه أخو أمير المؤمنين جعفر بن أبي طالب الطيار قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا جلس يعرف فيه الحزن
لما جاءوا خبر استشهاد الثلاث زيد بن الحارثة وعبد الله بن رواحة وابن عمه جعفر بن أبي طالب الطيار، لما جاءوا خبر قالت عائشة جلس يعرف فيه الحزن. احنا بشر، واحد بيحزن ويبكي، ما في إشكال في هذا. الإشكال يا إخوة التسخط، رفع الصوت، والأمور هذه التي جاءت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحزن يا إخوة والبكاء لا ينافي الصبر الواجب، لا ينافي الصبر الواجب على قدر على قضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لما عبد الرحمن بن عوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، أو سعد لما رآه يبكي يوم دفن يوم وفاة إبراهيم عليه السلام، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ استغرب، قال له إنها رحمة جعل الله تعالى في قلوب عباده، هذه رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم بكى على إبراهيم عليه السلام، حتى هو صلى الله عليه وسلم بكى على وفاة إبراهيم. وجاء في سنن ابن ماجه لما توفي عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم أنزله في قبره وبكى عليه حتى ابتلت لحيته ونزل بكاؤه الشريف على وجه عثمان بن مضعون. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بكى وقبله بين عينيه. فالبكاء يا إخوة لا ينافي الصبر على قدر الله تبارك وتعالى، لا ينافيه، لكن الذي حرام هو الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى بالتسخط وبالنياحة وبأمور الجاهلية. It is permissible and okay for a person to weep or cry and to feel sad. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he buried his son Ibrahim, when he died, Ibrahim alayhi wa sallam, he said, the eye weeps and the heart is sad, but we only say what pleases Allah subhanahu wa ta'ala. We only say what pleases Allah subhanahu wa ta'ala. And then when Aisha radiallahu anha mentioned, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam got the news of the istishhad and the death of Zayd ibn al-Harith, Abdullah ibn Rawaha, and Ja'far al-Tayyar, he sat down and you can see the sadness in his face. That does not go against practicing patience upon the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. It does not go against it. What goes against it is the actions of jahiliyyah, wailing, bemoaning, shaving the head, ripping the clothes, beating the face, striking the cheeks, striking the head, striking the body. What these people do nowadays, some of these Muslims, all of this is from the action of the jahiliyyah. All of this is the action of the jahiliyyah. خلاص نقف هنا إن شاء الله تعالى، نأخذ بعدين الحديث الذي بقي تقريبا حديثين في هذا الباب أو ثلاثة، نعم ثلاثة حديث في هذا الباب الأخير. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. الله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. صلى الله وسلم وبارك وأنعم.